قطعوا لي في البنكه الفلوس ديال الكريدي ثلاثه المرات والخلاص ديال التامين ديال لاسورونس دوبلوه جوج المرات. شنو هو الحل؟ الوساطه البنكيه ورا ديال البنكه هذه. دائما مع الموضوع اللي خصصناه الوساطة البنكية، تكلمنا عليها في حلقات قديمة ورجعنا لها اليوم. هذه الوساطة البنكية هي حل النزاعات ما بين الزبون والبنكة بطريقة حبية. خلينا الحلقة اللي فاتت على الشروط اللي خاصني نحترمها نرجعوا لهذه الشروط. من بين الشروط اللي خاصني نحترمها باش الملف ديالي يتقبل عند اللجنة ديال الوساطة البنكية هو ان الملف ديالي ما يكونش معروض على المحكمة. اذا كان مشى للمحكمة هنا اللجنة ما عندها ما تدير. مثلا عندي نزاع مع البنكه ديالي، كيفاش وشنا هي الطريقه باش نوصل للجنه؟ احترمت الشروط الاولى، دابا كاينه واحد الطريقه خصني نتعامل بها مع البنكه ديالي عاد نمشيو للوساطه. اول حاجه النزاع ديالي مع البنكه خاصني نكتبو في الرساله تكون بالبريد المضمون او لا بلاكوزي دي ريسبسيون باشعار بالتوصل ونكتب فيه المشكل ونطلب من البنكه الحل. الكره دابا راه عند البنكه، انا ما عليا غير ننتظر نتسنى وعندي واحد المده قانونيه ديال 21 يوم. الى الجواب ما وصلش او لا الحل اللي اقترحت عليا ما عجبنيش نجمع الملف ونمشي للجنه والبنكه هي اللي تعطيني العنوان. نتكلموا دابا على اللجنه والعمل ديالها. هي توصلت بالملف والوثائق ديالي، غادي تستدعيني وغادي تستدعي البنكه وتستمع لينا بجوج. اللجنة ديال الوساطة البنكية عندها واحد المدة ديال شهرين باش تعطينا الجواب. إذا كان الجواب في الصالح ديالي وعجبني الحل اللي اقترحت عليا عندي واحد المدة ديال 10 أيام باش نقبل، ولا ما عجبنيش عندي الحق نرفض البنكة لا. يعني الحل اللي غتوصل به من عند اللجنة ديال الوساطة البنكية واجب عليها تطبقه. قبلت الحل أو لا رفضت الحل، على كل حال الأمور تكون كتابيا. كنقولها دائما كيف كيقولوا الفرنسيين لي بارول سون فول لي زيكري ريست، وهذا الشيء كله اللي قلناه راه غير باش تهلك وبلا ما تهلك.